وأيضا من موضوع آخر أيضا مجانب للتدمير الذي حدث، مناشدة من مواطن في مدينة الموصل إلى بلدية المدينة بعد غرق المحافظة. طبعا دعونا نشاهد هذا الموضوع. طبعا نوجه رسالة لمجاري نينوى اللي بس بالاسم اكو دائرة مجاري نينوى بالموصل، يرضوها هاي من بيوتهم هيجي، والله العظيم يرضوها يرضوها يرضوها. هسا انت وين تريد تروح؟ وين تريد تروح؟ على ذاك الجانب نعبر. عاد تقدر؟ لا ما اقدر. سبب؟ من المي فيضانات. ايش قصة لك منتظر هنا واقف؟ صار لي ساعة ساعة، صار لي ساعة وانتظر. يعني الزلمة صار له ساعة ينتظر بس يريد يعبر عليك الصفحة ما يقدر. ما بطلت.